قبل كل شيء دونت بانيك طبعا 100% صار حافظ الدرس ودونت بانيك شغله كثير سهله نقولها بس ولكن تجي على الخبره. شغله ثانيه انتبهوا لمستوى البريشر بالاطارات، يعني نوعيه الدولاب شغله كثير مهمه دائما نشيك عليها، والطريق اذا ما بنعرفه وما بنعرف شو في على الطرقات من قصص ممكن تخلي الدولاب يفقع، كمان نكون ماشيين طريقه كوشس قد ما فينا. اكبر عدو لهالموضوع انه نعمل فول بريك اللي هي رده الفعل السريعه، تتلاعب باوزان السياره، تجي من ورا الخوف فرانسوا صراحه، يعني بس نسمع صوت دولاب فقع او صار في توازن عم بيلعب معنا بالسياره نعمل فول بريك. بهيدي الطريقه اذا في حركه مرور حوالينا يا بصير عندنا اصطدام من الخلف او ممكن تلوز تراكشن للسياره، ما نقدر نرجع نبلش ندعس يعني عن جديد لحتى نصف السياره بمحل امن. شغله ثانيه وي هاف تو كيب الايدين على الستيرنج ويل كل الوقت كل الوقت، يعني ما لو شو ما صار حتى لو صار كثير قاسي تحت ايدينا ما نترك الستيرنج ويل ابدا. معظم الناس بيعملوا بانيك كمان بيفلتوا ايدينا على الستيرنج ويل والسياره بتصير تتلعب شمال ويمين. الهدف في حال صار معنا هيك مشكله نعرف كيف نتصرف، ومش عيب ابدا اذا ما بنعرف نغير اطار، مش عيب ابدا، مهم نوقف في محل سيف to call for help. نطلب مساعدة. Exactly. فقعت الإطار مش بس بتأثر علينا بتأثر على حوالينا. ننتبه لحركة المرور اللي حوالينا.